عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم السادس من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات حتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب10,000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير الكرة المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 15,040,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في دور الثمانية، أول جامعة مشرفانا في الاستوديو. أعلى سكور في دوري المجموعات، العلامة الكاملة 9 نقاط و515 نقطة إجابات صحيحة، حلمهم الوصول إلى المباراة النهائية. نلعب كلها بجامعة المنصورة. جامعة المنصورة بدأت الدراسة بكلية الطب عام 1962 كفرع لجامعة القاهرة، ثم أنشأت جامعة شرق الدلتا بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عام 1973. تضم العديد من الكليات مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والعلوم والتربية والآداب والفنون الجميلة. هنصر جامعة المنصورة في ماتش النهاردة 6 طلاب، هيبتدي منهم 4. اتعرفت على محمد محمود الموسم ده في العباقرة، هو متميز جدا في القدرات الذهنية وهو حلمه يوصل للمركز الأول، إن شاء الله يقدر يحقق حلمه الموسم ده. أحمد أيمن أفضل شخص زميلته، هو دايما بيوجود وبيدي ثقة للفريق ودايما بيدعمنا في الأوقات الصعبة، بتمنى له النهارده يكون أفضل لاعب في الفريق وأفضل لاعب في الماتش ويساعدنا في الصعود للمربع الذهبي. إسراء أول مشاركة ليها الموسم ده، وبرغم كده كانت متعاونة معانا، وأتمنى النهارده إنها تأدي بشكل كويس وتحافظ على مستواها. أي خالد بنعتمد عليها في أكتر من مجال، ساعدتنا بشكل كبير إننا نوصل دور الثمانية، وإن شاء الله تكون سبب في صعودنا لدور الأربعة. جامعة المنصورة حمد لله على السلامة. الله يسلمك. وألف مبروك التأهل لدور الثمانية، مش بس كده كمان، ألف مبروك الأداء. برافو عليكم، حقيقة يعني. أعلى سكور في دوري المجموعات 515 نقطة، ده مش سهل. الجميل كمان إن أنتوا بتكملوا بعض، يعني في ماتش محمد محمود، في ماتش أحمد أيمن، في ماتش آية، في ماتش إسراء، برافو عليك. ازيك يا إسراء؟ الحمد لله. احساسك ايه بماتش النهارده؟ احساس جميل جدا، ان شاء الله تبقى. محمد محمود مش موافق. الاحساس مش جميل يا محمد ولا ايه؟ احساس وحش بس حلو، المنافسه حلوه. موافق. محمد محمود، متوقع ايه ماتش النهارده؟ هيكون ماتش صعب، الفريقين مستواهم كويس جدا، اللي هيكون مركز اكتر ومعاه توفيق ربنا هو اللي هيكسب. مباراة تعتمد على التركيز فعلا. ايه خالد، ازيك يا ايه؟ الحمد لله. مين اللي قرر تشكيلة الفريق النهاردة؟ أحمد أيمن، مدير فني في قادرون، فعمل مدير فني على جامعة المنصورة. لا بالتشاور. لا، وإحنا يعني بنتشاور مع بعض يعني. ديمقراطية يعني ولا إيه؟ أيوة. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. 90 نقطة، أفضل لاعب الماتش اللي فات، نحييه كلنا. هو ده اللي كنت لسه بقوله، إن أنتوا بتكملوا بعض كفريق، ودي ميزة مش موجودة في جامعات كتير. الحمد لله. أحمد أيمن، خطوة نحو تحقيق الحلم. بالظبط، هو حلم يعني. هو الماتش صعب والمستوى متقارب جدا يعني، اتمنى. لا وبعدين في طار بقى يعني، في مشاكل ما بين الجامعتين. مالناش دعوه، ده الجيل القديم بقى يعني، مش احنا. ما جميل جدا ان في جيل بيكسب جيل، وبعدين جيل تاني بيكسب جيل تالت. بالظبط كده يعني، احنا عمالين واحنا اصحاب في الاول في الاخر. كسبان مبروك، والخسران هارد لك، ومفيش حد خسران. بالظبط، كلنا كسبانين ان شاء الله. جامعة المنصورة بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعة المنصورة.
أما جامعة تانية واللي مشرفانا في الاستوديو بطل الموسم الأول والرابع والخامس، تاني المجموعة الأولى 6 نقاط و485 نقطة إجابات صحيحة، أعرق جامعة في مصر. نرحب كلنا بجامعة القاهرة. جامعة القاهرة هي أولى الجامعات المصرية، تأسست في 21 ديسمبر عام 1908 تحت اسم الجامعة المصرية، وأعيد تسميتها لاحقاً باسم جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو. تضم كليات لا نظير لها في باقي الجامعات المصرية، يتم تصنيفها في العديد من التصنيفات العالمية ضمن قائمة أهم وأفضل الجامعات على مستوى العالم. هنمثل جامعة القاهرة في ماتش النهاردة 7 طلاب، هبتدي منهم 4. أنا ومحمد نعرف بعض من أيام المدرسة وشاركنا مع بعض في موسم مدارس قبل كده، وهو شخص طموح ومتعاون وبإذن الله يكون سبب في إن احنا نساعد النهاردة. أنا وأحمد نعرف بعض بقالنا أكتر من 3 سنين، وده ساعدنا إن احنا لما اشتغلنا في تيم قدرنا نطور من مستوانا بشكل أحسن، وإن شاء الله يكون سبب في تأهلنا النهاردة دور الأربعة ويعمل أداء كويس. هبة إنسانة طموحة وشغوفة جدا، بتحب الحاجة اللي بتعملها، وهي عضو فعال ومتعاون جدا في التيم، بتمنى لها التوفيق في حياتها وتحقق كل نفسها فيه. فاطمة دايما بتدينا طاقة إيجابية وبتساعد كل واحد في التيم يخرج أحسن ما عنده، وإحنا دايما معتمدين عليها في الفريق. جامعة القاهرة عمد الله على السلامة. ازيك يا هبة؟ الحمد لله بخير. ايه قلقانة؟ لا عادي، يعني احنا في الاول وفي الاخر كلنا نعتبر الصحاب في قلب بعض، يعني مفيش مكسب وخسارة في حاجة زي كده، فان احنا كسبنا معرفتنا ببعض. طبعا ميدو مش موافق على الكلام ده. لا خالص موافق، طيب اي حاجة تقولها هبة صح. يا سلام. محمد ربيع اخبارك ايه؟ الحمد لله. تقول ايه لجامعة المنصورة؟ والله يعني هو الماتش ده حقيقة يعني صعب علينا نفسيا جدا، لان احنا اصحاب من زمان كمان، فيعني اتمنى لهم ان هم يكونوا مركزين في الماتش وكويسين، وان شاء الله الاحسن يكسب. يعني دبلوماسي جدا الماتش ده تحديدا بجد والله. يعني لا هم مركزين. ده بص محمد محمود مش عايز يبتسم، ايده على البصر، ايده على البصر. هو مستني الاسئله ومش عايز يبتسم، حد مش عايز يخرج بره تركيزه. تمام. فاطمه الزهراء، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله بخير. البشوشه، ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مين اللي قرر النهارده تشكيلة الفريق؟ دكتور ياسر، المدير الفني دكتور ياسر ايوب. تمام. ميدو، متوقع ايه من ماتش النهارده؟ لا هو فعلا زي ما قال احمد، الماتش هيبقى تفاصيل صغيره، اللي هيفضل مركز طول الماتش ومعاه توفيق هيكسب. هو فعلا الفروق ما تعتبرش فيه فروق قوي، فلازم تحافظ على تركيزك بس. جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 60. 60 نقطه، افضل لاعب الماتش اللي فات، نحيي كلنا. جامعة القاهرة طبعاً كسبت جامعة المنصورة في الموسم الأول، وجامعة المنصورة كسبت جامعة القاهرة في الموسم الثاني. وطبعاً معانا النهاردة عبد الوهاب حسن، الماتش الوحيد اللي ما جاش فيه ما كسبتوش. ومعانا كمان حسناء جمعة، دول أبطال الموسم الرابع والخامس، تحييهم هما الاثنين. أصل دي ذكريات حلوة الحقيقة. أكيد. وجودهم في الاستوديو حلو، ذكريات ما بننساهاش. جامعة القاهرة بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا جامعة القاهرة. عبقرة الجامعات في الموسم السادس، 6 فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: الميكادو هو لقب كان يطلق قديما على حاكم إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ الصين؟ الصين طبعا إجابة خاطئة. المي معناها العظيم، وكادو معناها البوابة. بابا العظيم اليابان؟ بيطلق على إمبراطور اليابان وقصره قديما ميكادو. محمد محمود إجابة صحيحة. تحب مين يبتدي الأول؟ إحنا بإذن الله. تمام. جامعة المنصورة هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء، جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة المنصورة إمتى الجوكر؟ أدب بإذن الله. في الأدب. تمام. جغرافيا،
والسؤال هو: ما هي الدولة التي تقع بالكامل في أوروبا وتمتلك أعلى نسبة مئوية من الغابات وفقاً لمساحتها؟ مساحتها 339,000 كيلومتر مربع، 75% من أراضيها غابات. بتكلم عن النسبة المئوية من المساحة الكلية. الحلقة دي مش سهلة. إجابتك؟ سلوفينيا. سلوفينيا إجابة خاطئة. جامعة القاهرة في إجابة. أحمد محمد ميدو. سويسرا. سويسرا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: النمسا، النرويج، السويد، فنلندا. أحمد أيمن. السويد. السويد الثانية ب 69%، وأكتر دولة في أوروبا. وأنا عارف إن في واحدة الأولى وواحدة الثانية. أحمد أيمن للأسف الشديد ناقص 5، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة فنلندا، ونسبتها 75% من أراضي فنلندا عبارة عن غابات. جامعة المنصورة هتبتدوا بناقص 5. جامعة القاهرة تاخدوا جوكر في الأدب. على حسب الماتش. أنت هتمثل يا ميدو؟ جغرافيا، والسؤال هو: تقع المحمية الوطنية مانابولز بإحدى دول إفريقيا الجنوبية، فما هي؟ مساحتها حوالي 2500 كيلومتر مربع، موقع تراث عالمي لليونسكو من 1984، موطن للعديد من الطيور والحيوانات، مئات الأنواع. بوتسوانا. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أشكك في ناميبيا. ناميبيا بعشر نقاط، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: إسواتيني، موريشيوس، لوسوتو، زيمبابوي. هتبتدوا بناقص 10 ولا إيه؟ نورسك نوفان لوسوتو. نورسك نوفان. يا دي إجابتي، الإجابات الأولى أصلا. فعلاً؟ إن شاء الله تكون صح. يبقى ما تزعلوش، ناقص 10، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة زيمبابوي. جامعة المنصورة ناقص 10. وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: من هو المحامي المصري الراحل الذي ترافع في قضية حريق قطار الصعيد عام 2002؟ مرافعة تاريخية مكونة من 32 صفحة، كان بيدين فيها مؤسسات الدولة والفساد، مشهورة بحادثة قطار العياط، كان رايح من القاهرة إلى أسوان ليلة عيد الأضحى، اتوفى 391 شخص. أبشع كارثة قطارات في تاريخ مصر، والمرافعة دي كانت عظيمة. إجابتك؟ فريد الديب. طبعاً إجابة خاطئة. يا ميدو، معرفش محاميين. كلية حقوق هتبقى فخورة بيك جداً. منتج وانت بتعلن كده على الهوا إنك ما تعرفش محامين. تمام، دول زمايلك. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5: رجائي عطية، مرقص حنة، أحمد نبيل الهلالي، منتصر الزيات. ابن رئيس وزراء. أحمد نبيل الهلالي، كنت قلت دي الأول. قلت بعد الريسك بعد الوقت. ملقب بقديس اليسار المصري أحمد نبيل الهلالي. تالت سؤال في الحلقة وما يتجاوبش. حلقة صعبة قوي الصراحة. طبعاً حلقة صعبة قوي. مش هتعتمد على الحظ، هتعتمد على المعلومة. ده الأفضل فعلا. جامعة القاهرة، تاريخ، والسؤال هو: انتصرت الإمبراطورية المغولية في معركة موي عام 1241 ميلادياً
على أحد الجيوش الأوروبية. فما هو؟ المغول كانوا بقيادة باتو خان، والجيش ده كان بقيادة بيلا الرابع. ثلاث ثواني. تم تدمير غالبية الجيش ده، وسيطر الجيش المغولي على أجزاء كبيرة من الدولة. محمد ربيع، إجابتك؟ صربيا؟ هاردلك عندي حاجة تاني في دماغي، ربنا يستر. أيوة هاردلك، إجابة خاطئة. فرصة 10 نقط، هاخد إجابة من جامعة المنصورة حالاً. رب تكون صح. المجر. أول إجابة صحيحة في الحلقة، إجابة صحيحة، الجيش المدني. برافو عليك يا محمد، وصلنا لنقطة البداية. الحمد لله على السلامة، هنبتدي الحلقة من دلوقتي. يلا بينا. سؤال في الأدب لجامعة المنصورة. أيوة بالظبط كده، حظكم حلو، السؤال مش صعب. أدب، والسؤال هو: قلبي يحدثني بأنك متلفي، هي قصيدة لأحد أشهر شعراء التصوف، فمن هو؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، قصيدة في العشق الإلهي والسمو والارتقاء بالنفس البشرية، اتولد وعاش في مصر في القرن الاثناشر الميلادي. عندك الإجابة يا ربيع؟ طبعاً عند ميدو. القصيدة دي اتغنت كتير جداً. أنا حطيتها رينج تون على الفون بتاعي. هي دي؟ أيوة. وربنا؟ التبريزي؟ غلط. شمس الدين التبريزي اتولد في مصر؟ شعب. إجابة خاطئة. عمر بن الفارد مات في المقطم، المسجد في المقطم. محمد سلطان العاشقين. إجابة صحيحة، برافو عليك. عمر بن الفارض. 20 نقطة لجامعة القاهرة، جامعة القاهرة 20. وعندكم سؤال في الأدب، وهناخد الجوكر. السؤال اللي مش هيجاوب. سؤال أصعب سؤال في مش سهل. شكرا. أدب، والسؤال: من هو الأديب الفرنسي مؤلف رواية الرجل الذي صلب المسيح؟ The man و crucified Jesus. اتنشرت سنة 2000، بتدور في إطار ديني فلسفي عن أيام المسيح الأخيرة. ربيع أنت عارفها والناس الاسم، استنى بقى. لا، ما هو كان متلخبط، اللي قالها له حاجة تانية خالص. تمام، في إجابة؟ هنروح بعيد. هنجب. بالظبط، هتجرب هتخسر إيه؟ فيليب كودير. إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. يوميسو ألبير كامو. إيريك إيمانويل شميت. جامد. الإجابة المنطقية في الأربعة إيريك إيمانويل شميت. أنا أول ما شفت اسمه افتكرتها. أيوة، أنا عملت بس أنا هو. طبعا محمد ربيع 20 نقطة، برافو عليك، إجابة صحيحة. سرعة بديهة. 40 جامعة القاهرة، جامعة المنصورة مفيش نقاط، جامعة المنصورة. عندكم سؤال في العلوم. علوم، والسؤال: تم العثور على حفرية ديناصور التنين الطائر بإحدى دول أمريكا الجنوبية عام 2021، فما هي؟ The Flying Dragon. تم اكتشاف بقايا الحفرية في صحراء بالدولة دي. كان بيعيش من حوالي 160 مليون سنة، وموجود في متحف صحراء الدولة دي. اسم الصحراء ايه؟ لو أنا قلت اسم الصحراء اديت كل إجابة. تشيلي. إجابتك؟ هي إجابة أحمد أيمن، وكنت عايز أقول حاجة تانية. صحراء. بس قلنا صحراء. صحراء أتاكاما.
في صحراء تكاما. إجابة صحيحة. أحمد أيمن برافو عليك، 10 نقاط. النتيجة 10 جامعة المنصورة، 40 جامعة القاهرة. جامعة القاهرة علوم. والسؤال هو، ساهم العالم جون جاك موامبي في اكتشاف أحد الأمراض الفيروسية عام 1976، فما هو؟ خفافيش، الفاكهة هي السبب في انتشار الوباء ده. قتل أكتر من 7300 شخص من دول الغرب الإفريقي. أحمد محمد ميدو، إجابتك. فيروس سي. أنت محامي، سيب ربيع هو اللي يتكلم، عشان هجاوب غلط كمان ما تقلقش. طبعا إجابة خاطئة، مع إنه سؤال سهل. الإيبولا. الإيبولا طبعا إجابة صحيحة. ربيع غلطان. جت في بالي بعدها. غلطان يا ربيع. حصل خير. اتسمى على اسم نهر في الكونغو. برافو عليك يا أحمد أيمن. 10 نقاط، 20 جامعة المنصورة، 40 جامعة القاهرة. مباراة صعبة والأسئلة صعبة، وأول ثلاث أسئلة ما تجاوبوش. أنا نفسي اللي يستحق يفوز هو اللي يكمل في البطولة، عشان كده فريق الإعداد لما كلمنا عن ماتش النهاردة بالذات قلنا الماتش ده لازم أسئلته تبقى صعبة عشان يعتمد على المعلومة وسرعة اتخاذ القرار وسرعة البديل. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 600,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. الموسم السادس عباقرة الجامعات، مباراة مهمة جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. جامعة القاهرة متقدمين 40 نقطة، جامعة المنصورة 20. وجامعة المنصورة عندنا تغيير واحد، ندى محمود نزلت مكان إسراء أحمد. ازيك يا ندى؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ ماتش صعب اكيد. كان عندك أي إجابات للثلاث أسئلة اللي في الأول؟ صراحة لا. لا ما كانش عندك. تمام. جامعة القاهرة مارينا مدحت نزلت مكان هبة أحمد. ازيك يا مارينا؟ ازي حضرتك؟ كان عندك أي إجابات؟ لا. لا تمام. ماتش حلو؟ اه جدا، في ندية يعني، وده بيبقى شيء طبيعي ده لسه ندية جاية. اصبروا ان شاء الله خير. وانتوا شفتوا حاجة؟ لسه بدري. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين آية ومارينا، مارينا وآية. وسؤال برضو هيعتمد على الذاكرة والمعلومة، معلومات عامة. والسؤال هو، من هو الصحفي العراقي الذي ألقى الحذاء في وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2008؟ كان في مؤتمر صحفي بين نوري المالكي وجورج بوش قبل 5 أسابيع من تسليم الصورة لأوباما. منتظر إيه؟ منتظر خلف؟ خلف؟ بألف اسم. تعرفي لو كانت إجابتك صح كنت هعتزل. هعتزل على الهوا. ما أقدرش، شفت كده جبت غلط. ميرسي يا مارينا، أشكرك. أنا عايز أكمل البرنامج، أنا بحبه وعايز أكمل. إجابة خاطئة. قال هذه قبل وداع من الشعب العراقي، أيها الكلب، منتظر إيه؟ ألف اسم. ألف اسم. اتحكم عليه 3 سنين وبعدين اتخفف الحكم لسنتين، وبعد كده خرج من السجن بعد 9 شهور. حد عنده الإجابة؟ ناسي الاسم. نسيني الاسم. كل ناس الاسم. منتظر الزيدي. كنت هقول الزيدي. بس كلنا عارفين
الحدث والصورة اللي قصادنا. هارد لك، تفضلوا. السؤال الثاني، أحمد أيمن وأحمد محمد ميدو وأحمد أيمن، أنتوا الاثنين أقوياء في الرياضة، والسؤال ده أنا بقول لكم من دلوقتي سؤال صعب. رياضة، والسؤال هو: من هو أول لاعب سجل سوبر هاتريك في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ أنت اللي دوست. إجابتك؟ توماس سكارفي. نفس إجابتك؟ لا لا، إجابة خاطئة. نستنى نشوف ميدو هيقول إيه. باتينوت. ده أول لاعب سجل هاتريك في تاريخ كأس العالم، بولندي. أحمد محمد ميدو، إجابة خاطئة. هو أنا قلت بلينسكي. محمد محمود مين؟ إرنست بلينسكي. هارد لك يا محمد. إرنست فيليموفسكي في كأس العالم 38 في فرنسا، سجل الأربع أهداف ضد البرازيل، والبرازيل كسبت 6-5. السؤال اللي جاي، ندى وفاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء وندى، تكنولوجيا، والسؤال هو: ساهم المهندس تيد دابني في تأسيس إحدى أشهر شركات ألعاب الفيديو، فما هي؟ الشركة دي اتأسست في كاليفورنيا سنة كام؟ 72. التاريخ يقول حاجة مهمة جدا. أتاري. تخيلي، إجابة صحيحة. هي كانت فعلا الأتاري. أنا بقى من جيل الأتاري. 10 نقاط، 30 جامعة المنصورة، 40 جامعة القاهرة. ربيع ومحمد محمود، محمد وربيع. دي بقى مباراة من نوع خاص، انتوا الاثنين اقوى من بعض. انا مش هقدر ابيع عليه، مش هقدر ابيع. حيبان، حيبان. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 208 على 8 في 7 زائد 322 يساوي كام؟ 300 كام؟ 22 يساوي كام؟ 464. إجابة خاطئة. عندي إجابة تانية، رب تكون صح. كام؟ 504. إجابة صحيحة. محمد محمود، رب عليك. وربيع مستعجل، اتعادلتوا. جامعة المنصورة 40، جامعة القاهرة 40. مباراة صعبة جدا ومتكافئة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون، أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا تعتمد على السرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان معاصر قام بدور أحمد عرنوس في مسلسل السبع وصايا، فمن هو؟ إجابتك: محمد شاهين. إجابة خاطئة. تأليف محمد أمين راضي، إخراج خالد مرعي. صبري فواز. هو مش صبري فواز، هو وليد فواز. هارد لك، إجابة خاطئة. كان بطولة رانيا يوسف، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وأيتن عامر، وهنا شيحة. السؤال اللي جاي، أغاني موسيقى، والسؤال هو: أغنية ساكريفايس هي المطرب بريطاني، فمن هو؟ محدش يتكلم. أكتر من 660 مليون مشاهدة على اليوتيوب. أتشرن. إجابة خاطئة. توم أوديل. 660 مليون. أنا عارف ساكريفايس، بس واحدة تانية مش دي؟ أغنية قديمة ومشهورة جدا. أحمد أيمن، إجابة خاطئة. مين بقى؟ حد عارف؟ ألتون جون. والأغنية دي حلوة جدا، اسمعوها. أغنية ساكريفايس دي أغنية عظيمة.
السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو من هو الفنان المصري الراحل مبتكر شخصية الكاريكاتير الشهيرة المصري أفندي؟ شخصية كان بيعبر على لسانها عن المجتمع ومعاناته اليومية طبعاً في ظل الاحتلال البريطاني من الجالية الأرمينية، وحصل على الجنسية المصرية 1955. أحمد أيمن إجابتك. رخا. رخا ما كانش من الجالية التاني. الأرمينية التاني. أحمد التاني. أيمن إجابة خاطئة. طبعاً هو رسام كاريكاتير عظيم. هرجع لك تاني لأن السؤال ده صعب. ما أعرفش هو كاريكاتير ولا لأ. سيف وانلي. سيف وانلي دول تشكيليين. أوكي. وطبعاً دول مصريين مش من الجالية الأرمينية. إجابة خاطئة. كاتب إيه يا أيمن؟ رمسيس. أنتوا بتتكلموا على مصريين صرف. آه. ألكسندر ساروخان. ساروخان؟ وفي النهار في إيه؟ آه. الأسئلة جاية من كوكب تاني. الماتش بين لحد دلوقتي. 40-40 أيوه هنعمل إيه طيب؟ عشان ياخد 10 نقط؟ مفيش هزار يعني. محدش هيخمن كده وهتعدي، لا. السؤال اللي جاي سؤال سهل جدا. سورة البديهة، والسؤال هو ما هي الرتبة العسكرية في الصورة؟ إجابتك. فريق أول. فريق أول إجابة خاطئة. فريق تاني. هو فريق بس. طب قلت أول ليه؟ كان نجمة. أنا النجمة ده دعتني. مستقبل المحاماة في خير. أحمد محمد ميدو، الأستاذ أحمد محمد ميدو المحامي. إجابة صاروخية. إجابة إيه؟ صاروخية. طبعاً فريق بس يا محمد يا محمود، مش فريق أول، هي فريق بس. بس الإجابة ماشي. الإجابة فريق بس. أنت كنت سكت في النص كده. أيوة. النتيجة 40-40. الأسئلة صعبة جداً، وكان الله في عونكم انتوا الثمانية. بس احنا مقدرين جدا المجهود الكبير اللي ولادنا بيقدموه. بجد بشكركم بجد. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 20 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 200,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. دور الثمانية عباقرة الجامعات، الموسم السادس، ومباراة متكافئة وصعبة جدا. وهفكركم بالنتيجة. جامعة المنصورة 40، جامعة القاهرة 40، وما عندناش أي تغييرات. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أحمد أيمن وميدو. ميدو أحمد أيمن. ميدو هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. أحمد أيمن تعالى مكاني. بص بقى، الخمس نقط هيفرقوا. صح. أسئلة مش صعبة ولكن محتاجة منك تركيز. نطمن على ميدو. ميدو تمام. ميدو تمام. تحت الضغط. كاونتر. في أي دولة أوروبية يقع خليج كاتانيا؟ إيطاليا. صح. انتهى الدرس يا غبي. يا مسرحية الكاتب مصري لينين الرملي. صح. من قامت بدور رشا في فيلم محامي خلع؟ حلاشيح. غلط. ما هو العدد الذري للعنصر البوروم؟ 24. غلط. توجد عظمة المطرقة بأحد أعضاء الأذن. صح. برشا هي أغنية المطرب عربي، فمن هو؟ الشاب خالي. غلط. كم صفراً في 90 مليون؟ 7. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة الصومال؟ تشيلين. صح. أزليباقي هو لقب أحد نجوم محمد بركات. صح. كوامي نكروما هو أول رئيس. غلط. غانا. 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 للأسف الشديد مش قادر أحسبها لك. صح. للأسف. 6/10. وكان نفسي
احسب لك السؤال السابع صح، ولكن انا شايف ان اللي انت عملته كويس جدا. كان طبعا ممكن تعمل احسن من كده، ولكن فعلا معلش تمام كويس جدا. سليم عايزين ميدو ينضم لينا. لا كويس، نسأل ميدو. يا ترى ميدو عايز يعرف عايز تعرف مش عايز تعرف؟ تمام، عايز الإجابات بصوت واضح إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة أوروبية يقع خليج كاتانيا؟ إيطاليا. صح. انتهى الدرس يا غبي. هي مسرحية الكاتب مصري راحل لينين الرملي. صح. من قامت بدور رشا في فيلم محامي خلع؟ دليل البحيري. صح. ما هو العدد الذري للعنصر البورو؟ رون 10. غلط. توجد عظمة المطرقة بأحد أعضاء جسم الإنسان فما هو؟ جمجمة. غلط. برشا هي أغنية المطرب عربي فمن هو؟ صابر الرباعي. صح. كم صفرا في 90 مليون؟ 7. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة الصومال؟ شيل. صح. الزئبقي هو لقب أحد. هضربات. صح. كوامي نكروما. غانا. صح. 8/10. برافو عليك يا ميدو. 8 إجابات صح من 10 لميدو، و6/10 لأحمد أيمن. كويس يا أحمد. طبعا قلت الاثنين كويس جدا بصراحة. سؤال واحد بس اللي ما تجاوبش. العدد الذري للعنصر البرون؟ 5. مش 10. كلنا حي أحمد أيمن وميدو. ميدو أحمد أيمن اتفضلوا. النتيجة اتغيرت وجامعة القاهرة تقدمت مرة تانية. أحمد أيمن كنتوا كام؟ 45. وست إجابات صح؟ 70. بقيتوا 70. ميدو كنت كام؟ 40. وتمن إجابات صح؟ 40 يبقى 80-90. وعشر نقط هدية بقيتوا 90. 90 و25 115 70 و25. جامعة المنصورة تتقدم 95. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اثنين ندى ومارينا. مارينا وندى. السؤال الأول جغرافيا. في أي من دول أمريكا الشمالية تقع جزيرة سوكورو؟ المكسيك. المكسيك الهدف الأول. جزيرة بركانية مساحتها 132 كيلومتر مربع، ترتفع عن سطح الأرض حوالي 1000 متر. هدف بلا مقابل ربيع ومحمد محمود. سؤال تاني رياضة. من هو اللاعب الذي سجل هدفي فوز نادي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا؟ ما خلاص ما فيش كأس ملك غيره يا بس أني موسم؟ هي دي المشكلة. هنخمن ربنا معانا بقى. كريم بنزيمة. كريم بنزيمة إجابة خاطئة. كانت كام بقى؟ من حقك تسمع بقى. موسم 2022-2023 الماتش انتهى 2-1 لريال مدريد. 22-23 كانوا بيلعبوا أساسونا اللقب الـ20 للريال. مين بقى؟ 22-23 برينجهام. إجابة خاطئة. فينيسيوس جونيور. فالفيردي. مين؟ فالفيردي. رودريجو. هدف بلا مقابل لجامعة المنصورة. لو آية جاوب صح رجعتي بـ25 نقطة. طبعاً فاطمة الزهراء فرصتك الوحيدة هي التعادل. السؤال التالت فنون. من هي مخرجة مسلسل ضمير أبلة حكمت؟ تأليف أسامة أنور عكاشة. إجابتك نعم محمد علي. الهدف التاني. برافو عليك يا آية. بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، جميل راتب، عبلة كامل وصلاح قبيل. هارد لك يا فاطمة الزهراء. هارد لك آية. برافو عليكي عشان ركزتي. السؤال ده كان عايز تركيز مش أكتر.
حتى لو المعلومة مش عندك هتشوفي في الحقبة الزمنية دي مين اللي كانت بتخرج أعمال مهمة هي فعلاً إنعام محمد علي. جامعة المنصورة بتتقدم فرق 5 نقاط، 95 جامعة المنصورة، 90 جامعة القاهرة. ده معناه إيه بقى؟ إن عجلة الحظ عمرنا ما هنوصل لنقطة التعادل، عشان كده عجلة الحظ هي اللي هتحسم نتيجة ماتش النهاردة. مباراة صعبة، أسئلة صعبة، منافسة قوية، وخسارة إن جامعة من الجامعتين تودع البطولة. مش في إيدينا. تعرف التالت. برافو عليك يا هيا. حاولت إن أنا أكون نازلة هادية في ضربات الجزاء عشان أقدر أخطف الهدف ونحقق 25 نقطة. الماتش صعب وفترة تحت الضغط هتفرق أكيد. حاولت أنزل أجيب أكبر عدد من الإجابات والحمد لله قدرت أرجع ب 50 نقطة لفريقي. منافسة قوية من أول سؤال. وفي الآخر مبروك للجامعة اللي هتكسب وهارد لك للجامعة اللي هتودع البطولة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 105 نقطة فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 1,050,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,850,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. دور الثمانية عباقرة الجامعات الموسم السادس وآخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيوصل للسيمي فاينل. طبعاً مباراة قوية والنتيجة 95 جامعة المنصورة 90 جامعة القاهرة. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل جامعة، وأول سؤال عمار، عمار عبد الغفار، وهنشوف السؤال الأول لجامعة المنصورة. سويتش، إيه رأيكم؟ تحبوا يتسألوا في إيه؟ معلومات عامة. معلومات عامة، تمام. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو كمال رمزي ستينو هو أحد أبرز من تولوا إحدى الوزارات في مصر، فما هي؟ عرض عليه عبد الناصر الوزارة واستمر فيها 14 سنة من 56 ل 1970. أحمد أيمن إجابتك. وزارة التموين. التموين إجابة صحيحة. بص برافو عليك. ليه؟ لأن السؤال مبني على معلومة. برافو عليك. هو اللي أنشأ منظومة الخبز المدعم وأسس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. أعظم وزير تموين في تاريخ مصر. أحمد أيمن 20 نقطة. 115 جامعة المنصورة، 90 جامعة القاهرة. محمد عمر. والسؤال الثاني، وهنشوف موضوع السؤال ايه. كل دي ده قدرة ذهنية. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. دوس على البازر. قدرة ذهنية، والسؤال هو المسألة الآتية: 955 ناقص 133 في 6 زائد 459 يساوي كام؟ 955 ناقص 133 في 6 زائد 459 يساوي كام؟ ربيع 116.
إجابة صحيحة. أنا سامع حد في الجمهور بيقول الله أكبر عليك، الله أكبر عليك فعلاً. تسعمية خمسة وخمسين ناقص مية تلاتة وتلاتين في ستة زائد ربعمية تسعة وخمسين. السادة المشاهدين حل السؤال ده، شوفوا هيتحل في وقت قد ايه. 616. برافو عليك يا محمد، تقدمت تاني. 120 جامعة القاهرة، 115 جامعة المنصورة. إسراء، اتفضلي يا إسراء. إسراء أحمد، والسؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال ايه. قدرات ذهنية، يا ترى السؤال ب 30 نقطة ولا ب 20 نقطة؟ 30. طب لو 30 وتجاوب جامعة المنصورة احن إلى المربع الذهبي، ولو تجاوب من جامعة القاهرة جامعة القاهرة إلى المربع الذهبي. سؤال فيصلي، جامعة المنصورة 15 ثانية، والسؤال مش هيبقى سهل. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 355 في 6 زائد 448 في 3 يساوي كام؟ 355 في 6 زائد 448 في 3 يساوي كام؟ إجابتك؟ لحظة. فين؟ إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالاً. 3476. 3474. هارد لك يا ربيع، إجابة خاطئة. هارد لك لمحمد محمود، وهارد لك لمحمد ربيع. السؤال الأخير، السؤال الأخير بجاد، تفضل يا بجاد. السؤال الأخير واللي هيحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي. سويتش، جامعة المنصورة، من حقوقك تختاروا موضوع السؤال لجامعة القاهرة. تحبوا يتسألوا في إيه؟ معلومات عامة. معلومات عامة. السؤال بـ20 نقطة، لو الإجابة صح ألف مبروك لجامعة القاهرة، دور الأربعة. لو الإجابة غلط وجامعة المنصورة جاوبت صح، ألف مبروك لجامعة المنصورة، الوصول إلى المربع الذهبي. معلومات عامة، والسؤال هو من هو المصري الوحيد الذي تولى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2023؟ حسن التهامي. تاني امين بعد مين يا ربيع؟ تونك عبد الرحمن، بعد كده حسن الطيب. كنا سائلينها امبارح، استمر سنه واحده بالظبط. سؤال ما كانش سهل. واحمد محمد افضل لاعب في ماتش النهارده ب 90 نقطه، اجابه صحيحه. للاسف الشديد جامعة المنصورة ودعت البطولة، ولكن انتوا عملتوا موسم عظيم. هارد لك. الحمد لله. الحمد لله. جامعة القاهرة سيمي فاينل، الحمد لله. وهتلعبوا اللي هيكسب من كفر الشيخ وطنطا. عايز تقول حاجة يا أحمد؟ اتفضل. يعني حابب أشكر التيم، هما ما قصروش في أي حاجة من أول يوم استعداد، وسط الامتحانات، وسط كل حاجة. يعني الخساره مش سبب فريق، او هو تفاصيل. لا ما تقولش خساره النبي، ليه؟ لان خساره دي كلمه كبيره، هي مش خساره ابدا، هو سؤال، هو حظ.
ما اقدرش اقول غير انه حظ. في الاخر هو وصلنا ان احنا خرجنا من انتوا غامرتوا بالريسك في الفقره الاولى. فرق ولكن طبعا انتوا كفريق فريق كويس جدا، عملتوا مجهود عظيم، اداء مشرف، 9 نقاط العلامه الكامله. جامعه المنصوره اعلى سكور في دوري المجموعات، يعني ودعتوا البطوله بشرف بجد. في اوقات زي دي انا بقى فيها زعلان جدا، مش زعلان عشان جامعه القاهره كسبت، ولكن زعلان علشان انتوا ما عرفتوش تكملوا، لان انتوا تستحقوا تكملوا. الحقيقه اقول لكم الحقيقه، كنت اتمنى اشوفكم في المباراه. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 255 نقطه، وكل نقطه ب 10,000 جنيه بما يساوي 2,550,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 17,590,000 جنيه من البنك الاهلي لتطوير الكره المصريه. جامعه القاهره شخصيه البطل بتظهر في الاوقات الصعبه. برافو عليكم، لعبتوا مباراه قويه وصعبه. محمد ربيع جاوبت على سؤال في القدرات الذهنيه، رايي الشخصي انه ما يتجاوبش، عشان كده انتوا تستحقوا النهارده المكسب. جامعه القاهره الف مبروك. ولا لقاء وحلقه جديده مع العباقره. هذا البرنامج برعايه من يهتم بالتعليم في مصر.